في طرق تعاوني باش ننام. فكتبت في كل ليلة أحاول فيها أن أنام، أحاول في نفسي جمع عناصر انسجام، عناصر تحملني لعالم الأحلام، عالم ينقذني من وحدة الفراش، وحدة مخيفة كغرفة الإنعاش، غرفة يتطاحن فيها الموت والحياة، موت وجودي في كل لحظة أراه، في كل لحظة أعيشها بدون من أحب، بدون من علمني ما معنى خفق قلب، ما معنى أن أكون العاشق الأخير، العاشق الذي لا يخلط ما بين الحب والسرير. حبيبتي أنا هي أروع النساء، أروع النجوم التي أضاءت السماء، أضاءت ليلى عمري أميرة الشموس، أميرة أريدها في بيتي يا عروس. بيتي سأسميه مدينة العشاق، مدينة شعارها حب واشتياق، حب يتبعثر في الأرواح كالترياق، الأرواح التي تعيش في تواصل، تعيش في تجانس ومنتهى التكامل، المنتهى الذي يكسر حدود المستحيل. حدود إن وضعتها فعليك من الحب أن تستقيل، فالحب يريد العاشق الشجاع، العاشق الذي يلامس في عشقه الإبداع، عشقه الذي يسكنه عالم الأحلام، عالم يمنحه عناصر انسجام، عناصر بفضلها أستطيع الآن أن أنام. الله أنيس.